في الفيديو بتاعي النهاردة هنسحب عينة دم من شريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في قناة تمريض منزلي. لو أنت أول مرة بتشوف القناة بتاعتي، أتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. أول حاجة، احنا عارفين ان العينة اللي مش شريان، تمام، غازات الدم اللي هي EBG، تمام، العينة بتاعت الدم دي بتعرفك نسبة الأكسجين في الدم وثاني أكسيد الكربون، تمام. أول حاجة معانا السرنجة 3 سنتي. هو انت بتاع المعمل بيبعت لك السرنجة مهبرمة اللي هي فيها مادة هيبارين، يا انت بتجيب سرنجة 3 سنتي وبتجيب أمبول هيبارين من الصيدلية، تمام، وبتبدأ ان انت تسحب الأمبول كله في السرنجة وتبدأ ان انت تفضيه تاني. وتبدأ ان انت تسحب الأمبول في السرنجة وتبدأ تفضيه تاني. معانا الكحول بتاعنا، معانا قطنتين، معانا لزق عشان لو احتاجناه، ومعانا السرنجة زي ما قلنا 3 سنتي، ومعانا أمبول الهيبارين، تمام. أول حاجة نشوف نحس الشريان، تمام. والشريان اللي بيختلف عن الوريد لأنه فيه نبض، إنما الوريد مفهوش نبض، الشريان فيه نبض. هتحط ايديك هنا صبعين او صوبة هتحس بنبض، فانت كده دايس على الشريان بتاعك، تمام. هتبدأ انك تعقم من المكان، تمام. هو الاول هنفتح السرنجة اللي معانا، وهنفتح زي ما قلنا أمبول الهيبارين اللي معانا، لأن السرنجة زي ما قلنا لازم تبقى مهبرنة. وطبعا زي ما احنا متعودين بنفتح الأمبول بالجراب بتاع السرنجة او بقطنة او بمنديل. هنبدأ ان احنا نسحب كل اللي في الأمبول في السرنجة، تمام. احنا معانا كل اللي في الأمبول كده، وبنبدأ ان احنا ننزلها لتحت كده، تمام، يعني بنخليها تيجي على السرنجة كلها، وبعد كده نرجعها تاني في الأمبول. احنا كده السرنجة اللي معانا بقت مهبرنة، تمام. اول حاجة طبعا احنا حسينا الشريان، تعالوا اقرب لكم الكاميرا شوية. من اول حاجة لينا هتبقى مثلا كده، تمام. نبدأ ان احنا نحس الوريد الشريان اللي معانا، نبدأ ان احنا نعقم المكان. نبدأ ان احنا السرنجة بتاعتنا، تمام، السرنجة بيبقى زي من فوق زي ما احنا متفقين، تمام. نبدأ ندخل كده بالراحة، اول ما السن معانا بيجيب ده بنعرف ان احنا دخلنا في الشريان. هو جاب معايا دمه اهي يا جماعة، مش عارفة انتوا شايفينه ولا لأ. تمام، هو كده جايب معايا دم. بعد كده هنجيب قطنة
ونبدأ ان احنا نحطها على المكان ونطلع بالسرنجة، ونفضل ضاغطين عليها مدة 10 دقايق. او لو مش هنعرف نضغط عليها لمدة 10 دقايق، هنسيب القطن عليها ونجيب اللزق، تمام، ونلزقها كويس، او نشيل القطن عادي ونجيب لزق ونلزق على المكان ده كويس، بس لان انت طبعا لو بتسحب الشريان لحد هتبقى عارف مش زي تتحكم الوريد، اكتر من كده، ولازم تمام. هتجيب كمية الدم اللي مطلوبة منك من المعمل، آه على حسب هو طالب منك تجيب كام سنتي هتجيبهم، تمام. ما انا مش ما كنتش هعمل تحليل، انا كنت بوريكو بس ازاي نسحبها وخلاص. وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وياريت لو انتم مش مشتركين عندي في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهاتي الجديدة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.